اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا عليك. اسمي ياسين الرجب. اهلا وسهلا ياسين، كم عمرك حبيبي؟ عمري 12 سنة. من وين؟ اهلا وسهلا. من وين يا ياسين؟ من سوريا، من دير الزور. اهلا وسهلا باهل سوريا. اهلا وسهلا فيك حبيبي. يلا نسمع ايش عندك. مثل شو؟ قرآن كريم، طبعا تقليد كبار القراء. ما شاء الله. طيب خلينا نسمع كمان. مين كبار القراء؟ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ البهتيمي. تسمحوا لي طيب. اطلب منه عبد الباسط. تفضل تفضل. طبعا سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، ما شاء الله عليك. صدق الله العظيم. احسنت الله عليك. احسنت احسنت ما شاء الله. ننتقل للمنشاوي. يلا نسمع كمان منشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أحسنت أحسنت أحسنت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت. ياسين أنت مبدع ما شاء الله عليك، يعني وسحرتنا بصوتك وبأدائك، ما خليت لنا حكي بصراحة. ياسين انت ان شاء الله لك مستقبل، يعني اعتقد الموهبة اللي عندك حاليا كثير من الفنانين والمطربين والمغنين والمنشدين ما وصلوا لها كثير، تمام؟ واعتقد هذه الموهبة هي من ربنا، فسبحان الله اللي بيخلق اصوات بتخلي الانسان فعلا يسبح ربنا عليها. انت عندك مزمار يا ياسين، مزمار من مزامير آل داود، الله يبارك لك، تستاهلها.